الله، شايفين الجمال والإبداع؟ تخيلوا بقى كل التصميمات المعمارية المذهلة دي لمساحات اللاندسكيب أو المسطحات الخضراء من إبداع ثلاث مهندسين مصريين عبقرة. هم الدكتور ماهر ستينو، مؤسس وشريك شركة سايتس العالمية للاستشارات الهندسية، والدكتورة ليلى المصري، حرم الدكتور ماهر ستينو، وأيضا هي مؤسس وشريك في شركة سايتس العالمية. أما المبدع الثالث فهو الدكتور طارق صبحي، رئيس شركة أوكوبلان لأعمال اللاندسكيب. طبعا دول خبراء عالميين في أعمال اللاندسكيب، وليهم مدارس خاصة بيهم في الأشجار والنباتات ونظم التحكم وإدارة الري. ما هو كل نقطة مية غالية في العالم كله مش في مصر بس، وكمان عندهم الثلاثة مراجع خاصة هم اللي وضعوها لفنون معمار اللاندسكيب وكيفية اختيار النباتات. مفيش حاجة عشوائية، وعشان كده دول العالم بتلجأ ليهم لتطوير المدن الجديدة والشوارع والميادين والمناطق الساحلية والسياحية، وبينفذوا أكبر مشروعات عمرانية في مصر حاليا. يعني ناس عظيمة فعلا. دلوقتي حضراتكم في احتفال ضخم في مدينة دبي لتكريم جدعان مصر الثلاثة، الدكتور ماهر ستينو والدكتورة ليلى المصري والدكتور طارق صبحي، عن مجمل أعمالهم واختيارهم ضمن أفضل مصممين لللاندسكيب أو المسطحات الخضراء بمعايير عالمية في الشرق الأوسط. يعني شرف ما بعده شرف، وده اللي خلى شركة شيرة المصرية المتخصصة في أنظمة الري الحديث واللي أسسها المهندس هاني وديع عبقري نظم التحكم في الري، يبقى من أكبر الرعاة لجائزة أفضل مصممين لللاندسكيب في الشرق الأوسط.